مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرة ركن الفنون في 24 جيرات. معنا في الفقرة دي يوتيوبر، طبعا ما شاء الله تبارك الله في يعني الفترة الفائتة ولحد الآن ظهروا يوتيوبرز كثيرين جدا من الجنسين، طبعا شباب وشابات، وهم صناع محتوى، والمحتويات كلها هي ما شاء الله يعني أو معظمها يعني بتختلف من بعض، لكن في النهاية بيكون عندها أهدافها بالتأكيد، وبتختلف طريقة الأداء والعرض بالنسبة لكل محتوى وشخصية مقدم المحتوى ذاته. إحنا معانا عبير عوض، هي مصرية الجنسية ولكن عايشة في السودان، زارت مناطق كثيرة جدا في السودان واعتمدت على نفسها في صنع المحتوى بتفاصيله الفنية كلها. مرحبا بك يا عبير، أهلا وسهلا بك في 24 جرام. أهلا وسهلا بك. طيب انا طبيعتي في اليوتيوب او في اي مكان بحب دايما ابدا كلام اي كلام يعني بالصلاه على النبي، عليه الصلاه والسلام، نبدا بالصلاه على النبي يعني. طبعا زي ما حضرتك قلتي انا بدات المحتوى بنفسي، كل حاجه انا بعملها من تصوير مونتاج، بروح انا اماكن. بدات تقريبا في اليوتيوب خصوصا في السودان من اول ما جيت من 2019. 2019 كنت معانا في السودان هنا؟ انا بدرس طب اسنان في جامعه افريقيا العالميه، حاليا في سنه ثانيه يعني. فبدات بقى، وطبعا انا قبل ما اجي السودان بابايا جه السودان قبلي عشان يشوفوا الاوضاع في السودان والبلد وكده، وقعد اسبوع في السودان رتب لي الدنيا وكده. بعدين جيت من مصر، بابا هو بقى في السودان علمني ازاي اركب مواصلات، ازاي اتعامل مع الناس، ازاي يعني هو بابا اجتماعي اكتر مني، يا سلام، فعلمني ان ازاي ادخل جوه الشعب، ازاي يعني اكون واحده منهم من السودانيين عامه. والحمد لله تاقلمت من 2019 لحد دلوقتي، وانا الحمد لله يعني ما بحسش نفسي غريبه وسطهم. دخلت بيوت سودانيه، معظم صحباتي سودانيين، جربت التو السوداني، حاجات كتير يعني عملتها الحمد لله اتعلمت منها وكنت مبسوطه وانا بتعلم. انت معناها حضرتي معانا الثوره السودانيه صح؟ الايه؟ الثوره السودانيه. لا يعتبر جيت بس في اللي هي الذكرى والحاجات في الاخر كده، لان في الآخر. جيت في شهر 10 يمكن من 2019 كان في الاخر. طيب عبير، انت بتقري قلتي طب اسنان في جامعه افريقيا، وبرضو انت يوتيوبر، فكيف بتقدري تنسقي بين الاكاديميات وبرضو صنع المحتوى في اليوتيوب؟ طبعا بيكون برضو عايز زمن وعايز اهتمام وتفاصيل. فعلا الموضوع صعب، وخصوصا ان انا يعني مش مجرد ان انا بقعد بس في البيت كده وافتح كاميرا واصور فيديو، لا انا بنزل وامشي في الشارع واصور هنا واروح هنا، والتصوير مجهود. غير كده المونتاج، ان انا لما اعمل مونتاج لفيديو مثلا ممكن الفيديو يكون 40 دقيقه، انا مطلوب مني ان الفيديو يكون اكتر حاجه 20 دقيقه عشان المشاهد برده ما يملش. أيوة. فالموضوع بياخد جهد كبير، بس انا لما دخلت المجال ده في السوشيال ميديا عامه وانا داخلها كهوايه، ان حاجه برفه بيها عن نفسي، فالحمد لله كان الموضوع اللي هو انا خلاص مثلا زهقت من المذاكره، مش قادره خلاص استمر في المذاكره، باخد فاصل واروح لليوتيوب شويه، منها بعمل حاجه بحبها، ومنها ان انا ايه بوري الناس ازاي السودان. وفعلا كان معظم الكومنتس اللي بتجيلي ان الناس بيشوفوا السودان عن طريق، خصوصا السودانيين المغتربين بره، ان هم مش شافوا بلدهم وكده. جميل. فكانت حاجه حلوه ان هي في نفس الوقت هوايتي وفي نفس الوقت بتاثر في نفسيه اللي قدامي. يعني انت اخترتي يا عبير المحتوى او طبيعه المحتوى او موضوع المحتوى اللي هي السياحه بالزبط. او الجانب السياحي في السودان عامه، الجانب السياحي، وفي نفس الوقت ان انا اعرف الناس على السودان، لان طلاب كتير انا كعبير لما اول ما جيت السودان ما كنتش عارفه انا رايحه فين. نكتب على اليوتيوب مثلا السودان، كل اللي يظهر ايه فيضانات، معرفش ده حصل ايه، اللي هو ايه كلها مشاكل وسلبيات. فاللي رايح مش عارف السودان ازاي. وكان دايما لما انا جيت في اول سنه معظم الناس تسالني السودان فيها لبس، السودان فيها معرفش، يعني شايفين السودان كانها صحراء. فانا حاولت ان انا اغير للناس مفهوم، لا السودان فيها مولات، السودان فيها مطاعم، فيها اماكن سياحيه، السودان يعني مش مقتصر على الخرطوم، مش مقتصر على يعني كونه انه جنسيه اخرى تروج عن سياحه بلد اخر، دي حاجه جميله جدا. فيها تآخي، وفيها طبعا السودان ومصر هم أشقاء يعني. صح. دي حاجة جميلة جدا منك يا عبير، احنا بنحييك عليها. وأكثر المناطق السياحية اللي زرتيها في السودان وعجبتك شنو؟ الأبيض. الأبيض يعني هي كانت أول عروس رحلة، عروس الرمال اللي احنا بنسميها. عروس الرمال كانت أول منطقة إن أنا أبعد فيها عن الخرطوم عامة. والصراحة أجواءها، كنا رايحين في أجواء شوية اللي هي برد وكده، يعني المالديف بالابيض، المالديف السودان. لسه ان شاء الله ناوي يعني اروح بورتو السودان برضو، بيقولوا لي حلوه جدا. الجو والناس هناك مختلفين، الخضره والبيئه، الخزان مثلا رحنا شفنا الشروق في الخزان، منتجع الرهن ده تدخليه حاجه تانية خالص كده.
ففعلا الأبيض من الرحلات هما كانوا 3 أيام بس فرق في نفسيتي جدا، وكنت مبسوطة كده وأنا بشوف. حتى أنا وصاحبتي ما كانوش مصدقين، اللي هو كانوا في البداية مش عايزين يطلعوا رحلة، اللي هو لا احنا مش هنطلع. لما جو معايا الرحلة وقعدوا وشوفوا الرحلة وكده قالوا شكرا إن أنت أخدتنا وعرفتنا عن الأبيض. ففعلا من الرحلات الحلوة يعني. طيب نحن هنشوف فيديو إسلام ولا لسه كنترول؟ هنشوف مادة لعبير. طيب نشوف مادة. وبأسلوبها العفوي، بل لأنها أيضا نقلت صورة مختلفة عن السودان وأزاحت الستار عن جمال السودان الخفي في الخرطوم وباقي الولايات مثل جزيرة توتي وجبل الأولياء، وأخيرا زيارتها لمدينة الأبيض في شمال كردفان. بدأت عبير في سلسلة من الفيديوهات التي تحكي فيها عن أشهر الأماكن السياحية في الخرطوم وباقي المناطق، ما بين مطاعم وأماكن ترفيهية مثل شلال السبلوقة وجبل الأولياء ومنتجع الرهد في مدينة الأبيض عروس الرمال، والعديد من التجارب الشيقة التي جربتها لأول مرة في السودان. تذكرها والدتها دائماً بدورها الاجتماعي، فنشرت فلوقات عن بعض الأعمال الخيرية مثل توزيع العيديات للأطفال وتوزيع اللحوم للمارة في الشوارع. وأنت تشاهد قناة عبير ستتجول في شوارع السودان مع بائعات التسالي وستات الشاي بوجوههم البشوشة، وبائعي الخضروات والفواكه بحسهم الفكاهي مع الزبائن، وسائقي الركشات بمواقفهم التي لا تنسى، وستجلس على النيل وتشرب الجبنة وأنت تسمع الموسيقى والأغاني. من المميز في قناتها أيضاً أنك لن تشاهد السودان فحسب، وإنما ستتجول في الدوحة وستشعر أنك فرد من أفراد عائلتها الطيبين، وفجأة تجد نفسك تشاهد شوارع الشرقية أو تقف على بحر الإسكندرية. ده كان فيديو أو تقرير عن تجربة عبير في اهتمامها ويعني حرصها إن هي تعكس الجوانب السياحية المختلفة في السودان، إذا كان لبلدها في مصر أو في البلدان الأخرى، من خلال قناتها على يوتيوب. والزغروتة اللي أنتوا سمعتوها قبل شوية دي بالمناسبة دي عبير يعني خلاص بقت سودانية 100%. هي تحت الهواء قالت لي الزغروتة دي أنا من الحاجات اللي تعلمتها يعني السودانية. والله بجد احنا بنحييك على انه انت اتعلمتي حاجات سودانيه كده. اخر رحله كنت فيها لما كنت في البزراويه، بس دي لسه ما نزلتهاش على اليوتيوب وكده، كان كل مثلا لما يعملوا حاجه ويغنوا ينادوني عبير عبير ابشر تعالي زغرتي تعالي زغرتي حتى هم كانوا مستغربين يعني، يقولوا انت مامتك مصريه، طيب مامتك سودانيه، باباكي مصري، فيكي انت عروق يعني، مش اي حد يعرف ان هم مصدقين انه انت مصريه. حتى يقولوا اسمك يعني. اسمك عبير عوض، اسم عوض ده يعتبر سوداني يعني. ايوه طبعا. واللي علمك الزغروته منو؟ والله اتعلمتها مع نفسي كده، لقيت نفسي سمعتيها كتير. كنت خصوصا انا رحت جات لفتره رحت كذا فرح قبل بعض، كان ورا بعض، كان لسه مخلصه امتحاناته كده، وصاحبتي كان يعني قريبها بيتجوز، فهم هنا تقريبا في العادات والتقاليد السودانيه انه بيعملوا احتفاليات قبل الفرح ب10 كده ايام او اسبوعين. فضلت اروح 3 أيام ورا بعض، شفت حفله الجرتك وشفت الحاجات والتفاصيل السودانيه في الجرتك، وكل شويه زغرت واقفه انا فضلت ابص لهم كده وبعدين لقطتها على طول. طيب يا عبير، يعني من خلال المحتوى اللي بتقدميه في قناتك على يوتيوب عن المناطق السياحيه في السودان، كيف كان تفاعل متابعينك مع المواد اللي انت بتقدميها او المحتوى؟
الحمد لله يعني التفاعل كان ملحوظ من اول ما بدات. يعني انا اول فيديو بدات بيه في السودان ان انا كنت جاي من قطر، مقيمه انا في قطر، جيت من السودان، الناس بداوا يشوفوا، بعدين بدات على طول ان انا انزل مثلا اصور اسواق، اصور مطاعم، اصور اماكن في السودان، لقيت ما شاء الله الناس متفاعله والناس حابه ان تشوف السودان عن طريقي، ان انا ناس مغتربه هنا وهنا. من ضمن التعليقات ان كان مثلا حد يقول ان انا في الشغل سوداني مغترب مثلا في الشغل طول اليوم، وما اشوف الفيديو بتاعك بسبب بضحك ان انا شفت بلدي ونغرت في نفسيتي كاني موجود معاكي في السودان. فالحمد لله دي من الحاجات يعني اللي كانت حاجات كويس. حلوه جدا. طيب يعني من خلال انت زيارتك للمناطق السياحيه في السودان، لاحظتي المناطق اللي ممكن تشبه بعض بين السودان ومصر ممكن تكون وين؟ اصلا السودان يعتبر زي مصر في مواصلات، في الشارع، في الناس كده، في التعامل زي مصر. يعني انا بابا اول ما جه السودان انا ما كنتش لسه اعرف حاجه عن السودان، انا عامه من وانا صغيره وانا ايه وسط اهلي كده ما بطلعش ولا ليه ان انا اطلع اتعامل مع حد. جيت السودان سبحان الله بقيت متفتحه اكتر اتعامل مع ده. فبابا قبل ما يجي قال لي يا عبير السودان كانك جايه مصر، انت جايه من مصر دلوقتي كانك جايه مصر برضه، مفيش حاجه مختلفه. مشيت البجراويه؟ اوكي. اتكلم عن البجراويه ده اخذني من المطار على المواصلات على طول، يا بابا طب اروح الفندق اغير، على المواصلات، المواصلات قدامي على المواصلات. طبعا بيقولوا انه المواصلات بتوريك البلد اكتر. صح صح، وبتتعلمي منها اكتر وبتدخلي في الشعب اكتر في المواصلات يعني. وانطباعك كان شنو عن الاهرامات والبجراويه والحضاره السودانيه؟ كانت حلوه الصراحه، كانت حلوه خصوصا يعني انا ما رحتش يوم ورجعت، انا عملنا تخييم هناك، كنا طالعين رحله ورحنا كمان اماكن سياحيه قبل البجراويه، بعدين رحنا عملنا تخييم هناك وما شاء الله يعني شفت حاجات ما كنتش متوقع ان انا اشوفها هناك في الفيديوهات من حلقه. أيوة. الفيديوهات. طيب عن لو اتكلمنا عن العادات والتقاليد، يعني في عادات وتقاليد بتتشابه بين الدول، وفي عادات وتقاليد بين مصر والسودان هي بتتشابه. صح. وكلمينا عن الحته دي، يعني كيف قدرتي تجمعي ما بين العادات والتقاليد السودانيه المصريه؟ يعني والله انا لما عشت عامه ودخلت بيت سوداني وتعاملت هنا وهنا يعني مفيش اختلاف، بس ممكن يعني اختلاف كمان مش في العادات والتقاليد، اختلاف ممكن مثلا في اللهجه في السرعه، لكن عادات والتقاليد كمصري وسوداني انا شفت واحد بس، ممكن تختلف شويه في الافراح في المناسبات حاجات كدا. بسيطه بسيطه لكن كشخصيه واسلوب وتعامل السوداني زي المصري بالظبط، عشان كده انا قدرت ان انا ادخل مع الشعب كده واتكلم وابقى معاهم كاني واحده منهم يعني. طيب انت قبل شويه ذكرتي اللهجه، يعني يمكن تكون مختلفه طبعا طبيعه الحال، يعني اي لهجه بتختلف من دوله لثانيه، لكن انا حاسه انه انت لسه ما بتتكلمي سوداني، يعني المعروف انه في مصريين كتار او مثلا دول ثانيه بتقعد في السودان حتى ممكن يكون سنه واحده. حاسه ان انا لسه ما بتكلمش سوداني. ايوه يعني. ايوه لا ده نعرف جضوم والله. اعرف جضوم والله. لا 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 اعرف حاجات يعني في كلمات كتير كده اعرفها سودانيه، وقال اكون بذاكر والكلمه تيجي على دماغي اروح داخله كاتباها صاحبتي السودانيه لو الكلمه دي جت على دماغي دلوقتي. طيب يعني من اللهجات في لهجه السودانيه جضوم، طبعا خدود عندكم المصري صح؟ لا مختلفه شويه اللهجه. شنو ثاني يعني حسيتي انه ممكن تكون صعبه الكلمات الاول في اللهجه السودانيه؟ اول ما جيت انا ما كنتش فاهمه حاجه الصراحه، وكان لما حد يجي يتكلم قدامي يكون كلامه سريع شويه تاني لحد ما يزهق مني ويسيبني ويمشي خلاص. ما بتفهمي. بس حاليا بدات ان انا خلاص تعودت على اللهجه. تعودت يعني 3 سنين من 2019 تعودت انه السودان دي فيها معناها كذا، والسودان يعتبر اللهجه يعني شويه من مصر بس يختلف بس في بعض الكلمات. يعني مثلا عندنا في مصر بنقول تعبت، هنا تعبت. ايوه يعني شويه في الاكسنت. طيب شنو من يعني الكلمات او اللهجه في اللهجه السودانيه اللي انت لحد هسه ممكن تكوني حافظاها وكده يعني عارفه معناها وكده، زي شنو مثلا ثاني غير جضوم؟ لا في بس انا حاليا مش متذكره يعني. مثلا يعني طبعا احنا عندنا المشهور الحاجات المشهورين بها اللي هي حتى لما نمشي مصر هناك بيقولوا علينا يا زول. يا زول ويا زول رجاله يعني. انا على فكره كلامي مؤخرا بقى في سوداني يا يعني سمحه دي يا سمحه يعني حلوه. مؤخرا انا ما اكلم اهلي ماما تقول لي يعني ايه يا بنتي، اقول لها دي كذا في السوداني اتعلمي بقى لحد امتى. يعني مثلا في السوداني بقيت في كلام كده مع حد يقول لي حاجه اقول اي كده ما اقولش اي مثلا لما يحصل حاجه اقول صدمت اي حاجه اخرها نون كده. أيوة. صدمت وصلت زهقت نعست كده بقيت كده. طبعا اللي علمتني كده امل، هي طول ما قاعده بتذاكر معانا كل شويه تعبت زي هي معانا سودانيه يعني في الجروب اللي احنا فيه وكده، فبرضه بنلقط منها كلمات سودانيه. اوكي.
طيب نحن عندنا كنترول مادة تاني؟ نشوف مادة ولا لسه؟ طيب دي صور كانت لعبير في عدد طبعا من المناسبات المختلفة، إذا كان زيارتها لعدد من المناطق السياحية في السودان أو مناسبات مختلفة. عبير كده بصورة عامة كلمينا عن الصور دي، وأنا شايفة إنه في صور تقريبا غير في المناطق، في صور بتاع التكريم، في شخصية هي لابسة توب. دي مامتك؟ ماما هي. انا ما رحت قطر لو لازم تلبسي التوب، وانا جبت لك توب معايا يبقى لازم تلبسي التوب السوداني. ايوه جميله جدا. وكمان بابا لما جه معايا هنا خليته يجرب الاكل السوداني، الشيا السودانيه، كنت يعني باخده معايا كده في كذا مطعم، لازم تجرب ده، لازم تعمل كده، اتعلم كده. انا بقول لي حاضر. الصور طبعا دي كلها في السودان، سواء صور الحصان، الخيل ده كان في نادي الفروسيه هنا في السودان. ولما نزلت الفيديو يعني اكتشفت هو موجود في السودان، ومكان ما شاء الله يعني يفتح النفس وناس كتير ما تعرفوش. يعني مكان الاطفال والعائلات والخيل، فناس كتير برضو عرفته عن طريقه، كانوا يكتبوا لي اني لما نروح السودان اجازه لازم نزور المكان ده كلنا مع بعض. وكان برضو من ضمن الصور ان انا جربت الكسره واحنا في الاوبايل. جربت الكسره؟ ايوه. لقيتيها كيف؟ حلو. بس انا يعني خلطت معاها، اكلت معاها جبنه كده، معرفش ازاي كسره بجبنه يا عبير. ما انا برضو مختلفه، مش هاكل كسره بس. احنا بناكل الكسره بحاجه اسمها ملاح. الملاح ده ايا كان، الملاح ده بقى اكلته مع الجراس. مع القراصة. اسمها قراصة. قراصة. ما قراصة. أنا بعلمك الساعة على الهواء. ولسه الأكل. أكلت الملاح ده مع القراصة في بيت صاحبتي برضه. طيب يعني بس عايز أقول حاجة، إنه الصور دي دليل على إنه التصوير الفوتوغرافي برضه مهم جدا في التوثيق، يعني صح أكيد للسياحة وللزياراتك يعني وكده. أنا كل صورة من الصور دي ليها معايا ذكرى، يعني مثلا صورة التوب السوداني مع ماما. ده اصلا ما كانش كده وخلاص، كان عندنا اصحابنا السودانيين في البيت، كنا قاعدين كلنا اتغدينا مع بعض، وهي اللي لبستنا التوب. حتى كان في الفيديو انا بقول كده، صوره مثلا وانا بجرب الكسره ليها برضه في الاوبايد، ليها حكايه، ولما لقونا اول مره بجربها فضلوا يضحكوا عليا وبتجبنا. كل صوره وليها ذكرى وليها حاجه معينه يعني. طبعا تجربه بالتاكيد يعني اضافت لك كثير يا عبير. والسودانيين لقيتيهم كيف في التعامل معك في الحاجات كلها؟ انطباعك عموما عن السودان كسؤال اخير. والله السودانيين طبعا كل مكان في الحلو والوحش، بس انا الحمد لله معظم اللي اتعامل معايا الحمد لله كانوا كويسين، لان يعني التعامل وكده السودانيين في طبعهم فيهم العفويه والبساطه، وانا اكتر حاجه مش بحبها في الحياه وبحبها هي العفويه والبساطه. فكنت بحس نفسي ان انا يعني بتعامل معاهم كويس، عارفه اتعامل معاهم ازاي، فما قابلنيش الصراحه موقف وحشه كتير في السودان. اوكي قابلني بس مش كتير، والتعامل مع كل يعني انا بدل كويسه مع الشخص، ما فيش اي مبرر ان الشخص ده يكون وحش معايا. انا لو اسلوبي كويس معاه، كويسه مع الشخص، يعني تعاملك انت هو اللي بيحدد تعامل لكل اي شخصيه او اي جنسيه اخرى. صح، لكل فعل رده فعل. دلوقتي انا كويسه معاك وبكلمك باحترام، اكيد انت برضه هتبادلني نفس التعامل يعني. وتاريخيا معروف تعامل الشعبين المصري يعني والسوداني، هم شعب واحد يعني. صح اكيد واحد. احنا بنشكرك جدا عبير عوض، سودانيه مصريه، احنا مننا نحن مصريه بنكهه سودانيه. نقول عليك انه انت مننا وفينا يعني، اكيد تحيه لكم موفقه دائما ان شاء الله. وشكرا لعكسك للجمال السوداني من خلال السياحه ومن خلال زيارتك لمناطق مختلفه وتوثيقك لها يعني. والله دي على حاجه. وكلمه اخيره انا عايزه اقولها، السودان يعني كفايه ان انا حققت حلمي في السودان، دخلت التخصص اللي نفسي فيه. انا في مصر جالي علاج طبيعي وجالي صيدله، بس انا كان قدامي هدف من وانا في الثانويه ان انا خلاص عايزه طب اسنان، والحمد لله اتحلت الفرصه دي ان انا ادخل في السودان. فانا الفيديوهات اليوتيوب وكل اللي بعمله دول ده بحاول ان انا اظهر للناس السودان ازاي. بحس ان السودان طلب مني بما انها فتحت لي ابوابها وانا دخلت جامعاتها، فده واجب عليا ان انا اظهرها للناس، اقول لهم ان السودان
مش كعبة زي ما ناس كتير بتقول. السودان حلوة، السودان حلوة، ونبص دايما النص المليان، ما نبصش للسلبيات. كل مكان في الحلو والوحش، والسودان كفاية ان هي بلد دينية، كفاية ان في الشوارع الناس بتسيب كل حاجة في ايديها وبتقف في الشارع بس تصلي. شكرا، شكرا لك يا عبير لعكس الحاجات الإيجابية، وزي ما انت ذكرتي كل البلدان فيها الإيجابي وفيها السلبي، فنحن بنشكرك جدا على المنطقة الجميل ده، وموفقة ان شاء الله. الله يخليك.